السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. ألف مبروك النادي الأهلي. النادي الأهلي فوز النهاردة سهل جدا على فريق سانت جورج المتواضع. فريق سان جورج الحقيقه فريق يعني الافضليه اكيد للنادي الاهلي، ولكن في نقط كتيره مهمه النهارده يقف عندها فريق نادي الاهلي ونقف عندها احنا بشكل مهم جدا. اقدر اقول لحضراتكم النهارده ان النادي الاهلي يمتلك فريق من العيار الثقيل. كرواتة شكلها مش مظبوطه بس كده مظبوطه الحمد لله. طيب يمتلك فريق الحقيقه من العيار الثقيل. ليه بقول الكلام ده؟ لأن المباراة النهاردة أكيد ما تعبرش أو ما تقيمش النهاردة فريق الأهلي النهاردة قوي ولا مش قوي، ولكن أنا احترت، أنا على المستوى الشخصي احترت. كنت باجي ساعات أقول إيه؟ النهاردة يومك يا حسين يا شحات. لا اللي فايق قوي تاو. لا اللي متألق قوي إمام عاشور. طب اللي كسر الدنيا قفشة. السديان رايق، محمد هاني عالي. أنا النهاردة الحقيقة جاي لحضراتكم أقول إن كل لعيبة النادي الأهلي قدمت أوراق اعتمادها. طب أنت طالع بعد ماتش النهاردة تقول لنا الكلمتين دول؟ لا مش بعد ماتش النهاردة، بس بعد ماتشات كتيرة جدا في عملية روتيشن في مين قدم أوراق اعتماده. سيبكم من كولر، كولر راجل زميلي أنا وهو بيقدموا لنا أوراق اعتماد زي بعض، هو فني وإحنا إعلامي، ولكن النهاردة الحقيقة احترت احترت. يعني النهاردة حسين الشحات عامل توقيفة وكوبري ياخد جايزة الأوسكار، وعامل حل سيلفي للجون في البعيدة. مفيش كده مفيش كده، ده بيعزف على الأورج. مفيش كده بيعزف على الأورج، بيعزف على جيتار، في حاجة يعني، يعني في حاجة. إيه ده؟ تاني كده تاني كده. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ سيبكم من الأولانية، طب سيبكم من التانية، طب بصوا على التالتة، هاتها بقى من الجون الرابعة. ايه لا ايه المزاج العالي ده؟ وايه علي معلول دي واللمسه دي والوان تو وامام عاشور؟ وكل مره اتكلم على حد وكل مره اقول ده قدم اوراق اعتماده. دول على فكره شكلهم كوبريين مش كوبري واحد، يعني الاولاني والتاني، فشكلهم كده كوبريين. انا اتحديت احمد حسن في القصه دي قال لي كوبري واحد، وانا كنت متاكد ان كوبريين، ولكن دلوقتي انا اتاكدت ان هم كوبريين. القصة بقى مش في كده، القصة إن أنا قلت إيه؟ قلت إن رضا سليم وإمام عاشور عملوا ثنائية جديدة. وقفل القوس على كده، ثنائية جديدة. طب وإمام عاشور وحسين الشحات إيه؟ والسبرنت اللي هو عمله ده إيه؟ يعني السبرنت اللي هو عمله ده إيه؟ دخل في الكيمياء دي وشرب الشربة دي إمتى؟ إمتى؟ بص دي، بص التوقيفة، بص المدرسة حسين الشحات. أنا عايز بس السبرنت بتاع إمام عاشور، لأن ده مش سبرنت واحد جايب هدف، ده واحد بيبارك لواحد على هدف بعد أسيست. بص عامل إزاي، بص السبرنت، بص حسين الشحات بيوقف المدافعين صف واحد. بص السبرنت، بص إمام عاشور سبرنت فرحة. هي مش بطولة، ولكن هو حاسس ان هو رايح مشوار بعيد، حاسس ان هو كل يوم عن يوم بيقدم اوراق اعتماد. ما بقتش بقى الثنائية امام ورضا، ولا امام وحسين، ولا امام وكهربا، ولا امام وقفشة، ولا حسين وتاو. لا ده كل يوم في الجديد، كل يوم مع الاهلي. انا مش بتكلم برضو في نتيجة مباراة لانه فريق متواضع المستوى، انا بتكلم في اداء. كل يوم كولر بيمتعنا، كل يوم بنقدم اسامي جديدة قدمت اوراق اعتمادها، والاسامي دي بقت اسامي كتيرة جدا جدا جدا. امام عاشور بيعمل 3 اسيست في 3 ماتشات، ودي نسبة كويسة جدا، غير النهاردة واحدة في العارضة، واحدة النهاردة في العارضة، ولكن مدرسة الوان تو